والآن استمع إلى شعر السيد عبد المطلب عمره فليتفضل. افتتح من تراث الشعب الكريم. ايام مضت ايام مضت وانت قاعد فين يا خلي يلي تكيد العوازل هل وانت داخلي يا داخل الدرب سلم لي على خلي سلام زي النسيم اللي يسمعه خلي يا بس يا بس لطافي شبابيك خليني اشوف خلي لا بس لطاف شبابيك ولا خلي بينزلي لابس قميص مشمشي وراقي عنه هون طلي يا حلو داري عيونك وخلي الخد بايلي كذاب يا حلو فين اراضيك يا خلي قصة الخيبر. الخيبر ساب الطوري وهجر البلد الفقري هو رايح مصر الحلو وحسن فيها للصبحي باع الارض وحته كبيره صر القرش وقال يا ريت امشي قوامه وصل لمرادي واشوف نسوان الحني اما الدنيا قالوا عليها فيها بنات حلوات عنديها مشاتي فيها الغزلان للتنين زي الجبري استثمرته واجر الاطفال وحدث في رجال الاعمال ركب القطر وقال يا فكيك في مصر حياتي الابديه وصل الصبح وشاف الشمس هز كتافه دعك الرمش وتمطع والدنيا نهار ولرمسيس الدار تحيه في المطعم جوا الميدان قال والله يكون فطار سقف للجرسون قال ليه هالحكي بيكوز المي انا عاوز اكل فرطين عايز فول من سال الشوب وبطاطس مع بيضان ومعها شوية طعم بعديها الخيمر قام رايح شرب الشاي بالطعم الفايح على القهوة وعقد رجليه غمزته بتعطى طعمه شد الحيل ورمح وياه ودته في الحارة اياه بدت ليه أراضيك من وين؟ جليها صعيد الجنسي قالت ليه أنا والله بهانة جليها أنت العجبانة خلقاتك مزنوقة عليك سبحان الخالق يا وليد سوت لكم ما يتشار قالت لي خمس مليار شفت كمان يا غي العين والخيمر نهضت فيه مرة ساعة أو ساعتين والخيمر فرك العينين قد صاح دور في جيبه ما لقاش في جيبه النقدي قماشي وجارب رجليه للنسوان يظهر بعينيه تايب في مصر المحروس مش لاقي بتاع طعمي وعند محطة مصر وقال أنا راجع وبدون المال من يدين حق المشوار أنا عاوز حق السفرية أنا حرجع وامسك طوري أنا حرجع المهم ان هي لفظته خلاص اهم حاجه.